بسم الله مجددا مشاهدينا الافاضل، مرحبا اهلا وسهلا الى ملعب ليمبي الاولمبي ومجريات مباراه موريتانيا امام غامبيا. وخطا اخر على مستوى التنظيم هذه المره، حيث لم يعزف النشيد الموريتاني وعزف فقط النشيد الغامبي. الله يستر هذا اليوم طبعا بعد الخطا التحكيمي في مباراه مالي امام تونس. جاء دور عدم عزف النشيد الموريتاني في هذه المباراة، النشيد الموريتاني الذي مطلعه بلاد الآبات الهداة الكرام وحسن الكتاب الذي لا يضام، أي موريتاني وربيع الوئام وركن السماحة تغرى السلام. ناحية فوفانا، محاولة التسديد من فوفانا بعيدة، الكرة راحت ضربة مرمى. 6 دقائق لعب لحد الآن، 0-0، منتخبان في حاجة إلى التوغل. التغطية الدفاعية ما زال عرضية، والدفاع أول كرة صعبة. وبالنسبة لنا طبعا وبالنسبة لعشاق الكرة يعتبر أمر مريب، يعني محاولة التوغل من هنالك عن طريق اللاعب با، وأول تسديدة من بابي بن وبا. الكرة مرت بعيدة تماما، كرة سيساي، والتغطية الدفاعية كانت من حويبيب، وفي خطأ لدفاع موريتانيا. كل حكم المباراة 18 دقيقة لعب، 1 بي محاولة التوغل، بارو بروعة لعبة هنائية، تسديدة رائعة وجول، التسديدة رائعة وجول، هدف أول لصالح أبلي جالو، هدف مباغت يسجل في الدقيقة 10 من انطلاقة الشوط الأول. أبلي جالو يسمح لمنتخب غامبيا بالتسجيل الهدف الأول لصالح الحمر بهكذا الشكل. راموكو يرفع حمرة ثانية، خروج الحارس يتمكن من هذه الكرة، والحكم يحتسب خطأ لدفاع منتخب غامبيا. خطأ هنا في تقدير القائمة الثاني، خروج موفق، الخطورة ما زال تنقصهم والانطلاقة في الهجمة المعاكسة لعناصر المنتخب الغامبي. الحكم يرجع ويصفر خطأ ويخرج بطاقة صفراء ثانية، بطاقة صفراء ثانية. وعنده مساحات يلعبها ممتازة كراموكو بحثا عن كامارا وباب ابن با، والحكم يخرج البطاقة الصفراء. خطيرة، والدفاع يتدخل ويخرج هذه الكرة. ممتازة فوفانا، القائمة الثانية خطيرة، الراسية والحارس يصفي الركنية أم خطأ. اللعبة كانت من بابي بن وبا، دائما مرة ثانية يرتقي، مرة ثانية يلعب عرضية هاي بكو. يا كرة ممتازة، ولا تسديدة، ما زالت الخطورة ومرت سلامات. ها يا أبو بكر كامارا. Une rencontre qui, à mon avis, va être très très intéressante. Pronostic d'avant-match. Ah, c'est toujours difficile, Grégoire, de faire des pronostics, mais ce match est annoncé. Bien, ce public met aujourd'hui dans ce stade incroyable. Et c'est parti. Allez, ça doit faire but. Et c'est un but. Quel bon début de rencontre, ils ouvrent le score dès le début de match. Quelle qualité technique, quelle justesse, quel sang-froid devant le but. Mais on est aux anges là. Vous entendez, ils sont déçus et ils l'expriment assez clairement, ça s'entend.